السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه يا حبايبي؟ الفيديوهات اللي عدت من شوية والله العظيم انا كنت مكسله اعمل فيديو النهارده على انا وجارتي، اقسم بالله. خدوا بالكم من حاجة، اوقات كتيرة تبقى مكسلة وانا اقول لها يلا، وقت انا بقى مكسلة وهي تفضل ايه يعني بنكمل بعض. مش سايباني ان انا اخد السحلب بتاعي واتفى في اللحاف. والله انا النهارده كنت هنزل لكم فيديو على القناه الجديده وعلى الفن، وكنت هريح النهارده من انا وجارتي بصراحه. مفيش راحه الدنيا يا جماعه، اكل العيش مفيهوش راحه، اكل العيش مر. ايوه، وبعدين في العصافير المستصلانه دي، واحده من حبايبنا قالت لي حطي عليهم قماشه وانت بتصوري الفيديو عشان يحسوا ان الدنيا ضلمه فيناموا، يعني يسكتوا نفسهم حرام. عمر خايف عليهم يسيبهم في البلكونه عشان السقعه اللي احنا فيها دي، حاططهم معانا في الدفا هنا جوه، ودول نروح نتحاسب عنها حرام. المهم يا جماعه، اللي شجعني ان انا اعمل الفيديو ده ان انا لقيت عرض نازل لمدام هناء الملكه. والله العظيم انا لو قعدت اوصف لكم مدى فرحتي وسعادتي بالفيديو ده انتم مش هتتخيلوها. اقسم بالله انا ما كنت اعرف حاجه عن الفيديو اللي اتعمل ده، ولا اعرف انها تعمل فيديو تتكلم عني من اساسه. والله العظيم انا اتفاجئت، وده اللي شجعني ان انا اقوم اعمل لكم الفيديو ده النهارده. الملكه لازم، الملكه هتقدم ايه غير كده؟ اخلاقها جميله وروحها جميله ومتواضعه وكل صفه جميله في الست دي. والله العظيم يا جماعه، ولا انفاق ولا تطبيل ولا لينا مصلحه معاها نهائي، بس الست دي يعني عوض ربنا. انا ماليش غير صديقه واحده زي ما قلت لكم قبل كده، يعني القريبين ليا قوي 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 اخواتي طبعا، ما فيش سر بيستخبى عنهم، وصديقه ليا من ايام الجامعه. ماما ساعات اخبى عليها ليه؟ لان ماما ممكن تطلع تقول اي حاجه عادي. لا بص، ماما بطه دي ما عندهاش حدود، يعني لسانها فين؟ اما فيش حدود عادي تقول لكم حتى باساتي عادي، ما حاجه بدبها وخلاص. اهو زي ما تيجي تيجي. بالمناسبه استني يا بنت، انا عايزه اشكر متابعينا الحلوين الظراف العسليات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كل التعليقات اللي انتوا بتكتبوها لي، والله اقسم بالله بتفرحوني قوي قوي قوي. تعليقاتهم فعلا جميله، ربنا يخليكم لي يا رب يا رب، ومشجعينك على قصصك حبايبي. والله تعليقاتهم جميله، بيقول لك اسكتش انت عايزين نسمعها يا رب. والله هو ده اللي بسطك، بتخلوني قاعده كده بقى وايه وعرش يا رجاله. تبقى مبسوطه بتعليقاتكم، ربنا يجازيكم كل خير ان انتم بتكبروا بخطوه، يجعلوا في ميزان حسناتكم. والله بجد كل حلو كلمه حلوه بتكتبوها يجعلها في ميزان حسناتكم. فانا بقى شفت الفيديو ده زي ما بقول لكم كده، انا يعني القريبين ليا قوي ويعرفوا اسراري قوي، انا مش كتير، لان انا يعني ما بحبش ان انا اتكلم كتير. شرطرطه زي امها؟ لا، ما انا كلامي في الحدود، في الفايده، يعني في مصلحه من كلامي اوكي، ما فيش خلاص. فانا يمكن اسراري القويه قوي محدش يعرفها غير اخواتي القريبين ليا، اخواتي طبعا، وصاحبتي اللي انا بقول لكم عليها دي اللي من ايام الجامعه اللي سافرت بنجلاديش، وربنا يجيبها يا رب مليون سلامه. وربنا كرمني بمدام هناء بصراحه، يعني انا قلت لا يمكن ان انا هقابل حد ان انا اثق فيه وياخد اسراري ويعرف عني كل حاجه الا لما قابلت الست دي. والله يعني انتوا كلكم تشهدوا ان انا من ايام ما دخلت اليوتيوب ما كونت الصداقات قويه كده، او حد اصلا دخل بيتي من اليوتيوب. في ناس صداقات طبعا ليا على اليوتيوب، يعني اصحاب ومعارف وكل حاجه، بس ما حدش دخل بيتي او قابلته على ارض الواقع من اليوتيوب كله غير الست دي. انتوا متخيلين قد ايه الست دي امنتها على كل حاجه؟ اسمي بالكامل، رسالتي، دنيتي. ماما لما جت قعدت هنا، ماما يعني طلعت لها الالبوم بتاع الصور بتاع خالي وبتاع مراته وبتاع اهالينا كلهم وبتاع ابويا الله يرحمه. بصوا احنا حسينا فكرتها انت فين بدله الفرح؟ فكرتها بالمرحوم، بدله الفرح هتقعد لكم دلوقتي على المنتدى بالورده، سبتها في بيتي البدله اجيبها لكم المره الجايه، عايزه تتفرجوها. تفرجي بدله ابوكي للناس، وايه المشكله؟ دي بدله يا ماما، هو ما كانش بينزل بيها قصاد الناس في ايه يعني؟ بتاع زمان مش عارفه، محسساني ايه، شبه كسطور ولا حاجه، كسطور وفي حاجات عادي بيعملوها مش حلوه، دي كانت الموضه وهي بقى. فالمهم يا جماعه،
الست دي لما جت لنا طبعا ماما زي ما هي قالت في الفيديو النهارده مدام هناء، ماما اللي كانت متابعاها، ماما ما كانتش بتفوت لها فيديو جميل، يعني ما كانتش بتسيب لها حاجه. يعني كنت ادخل ابص كده الاقيها بتتفرج، انا ما اعرفش هي بتتفرج على مين، هي متابعه يوتيوبرات كتير بصراحه. لفتت نظري بكلمه صباح الخير، لقيت واحده جميله وبتضحك، وقلت والله ادخل بقى اشوف فيديوهات. من ساعتها بقى ماما ليها يوتيوبرات معينين اقترحت ليا، بقيت خلاص بتحبهم. هي الاول بكل قنواتها بقنوات بناتها، وبعديها على طول مجانا بموت فيها برضك مجانا. ماما بتفرج على قنواتها. ماما في ناس قريبين ليها من قلبها انا بحسهم، اللي هي تحب تقعد لازم تقعد تتفرج عليهم، بحسهم ان هم مصرمين. وكان في حد قبل كده برضه بس ما علينا، بس مشي الحمد لله مشي. ما علينا مش مشكله، ريحتنا. المهم ان هي بتحب مدام هناء جدا، وكانت بتتفرج عليها بشكل غير طبيعي. انا طبعا كنت في البطاطس، بيني وما بينكم يعني مش هكذب عليكم، انا كنت في البطاطس لان انا يعني وقتي مش فاضي ان انا اقعد اتابع اللي هي بتتابعه ده كله. ولكن من ساعه زي ما قلت لكم كده وشفت الفيديو بتاع اعتزالها وانهيارها ان هي عايزه تعتزل ومش عارفه ايه، بس ما حدش يقيس ميسي وجان وما يقيسوش ولادها ومش عارف ايه، بقيت من هنا بقى انا حبيت ادور الست دي مين وايه دنيتها وايه اللي حصل لها. وكانت اجمل مفاجاه وانتوا السبب في ده، ان انتوا رحتوا كتبتوا لها قناه انا وجارتي يا مدام هناء بتدافع عنك. كانت اجمل مفاجاه في حياتي ان الست دي دخلت دنيتي كده وعرفتها عن قرب. ماما اول ما شافتها، طبعا ماما ده كان حلم بالنسبه لها ان هي تشوف مدام هناء على ارض الواقع. اقسم بالله لما جت وفتحنا الباب انا عيطت، ما قدرتش امسك نفسي. معقوله دي اليوم اللي شفتها فيها وحضنتها وبصتها وقعدت جنبي وبتكلمني؟ كان حلم كبير قوي ليا والله يا جماعه. الملكه يا جماعه عندها تواضع غريب والله العظيم، متواضعه لدرجه فظيعه. مفيش قناه كبيره يا جماعه هتعمل كده مع قناه صغيره، ولا هتروح لها ولا هتعبرها ولا هترد عليها في الكومنتات اصلا. يعني شوفوا بقى اخلاق وتربيه الست دي عامله ازاي، انتوا متخيلين؟ واخوها استاذ محمد ابو منى محترم، انسان زيها سبحانك يا رب. العيله دي اتربت ازاي كده؟ عاطفي جدا، بنته بتفكره بالحادثه اللي حصلت في البيت والحريقه، تخيلوا عيط يا حول الله، يعني ما قدرش يمسك نفسه قدام الكاميرا والله. عيله جميله وطيبه ومحترمين قوي من جواها. صعب قوي على فكره، صعب قوي البداية. صوتهم حلو. لا لا ده ربنا يخليهم لبعض يا رب. ودلوقتي انا عايزه اتكلم عن حاجه برضه. عايزه اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن البت دي. انا؟ اه رجوع. اللي يعجبني فيها ان هي تحترمني، الناس كلها تقول يا دكتوره الا هي تقول يا بت. بص مش عارفه بتعمل فيها ليه كده. بص يا جماعه، هي قالت، هي وانا من راي واحد ان مش هنتكلم عن طليق مدام علاء كامل. مش هنتكلم عنه ليه؟ لان الانسان بصراحه طلع اللايف اللي فات منتهى الاحترام والادب، وما اتكلمش وحش عنها وما جابش سيرتنا الحمد لله. وبعدين قال ان خلاص اصبري شويه لو ما حدش اتكلم عني، طبعا يقصدنا احنا، خلاص هيتم الطلاق فعلا ودي وكده. فانا فرحت وبنتي فرحت، قالت طب ما احنا وصلنا اهو اللي احنا عايزينه، هو احنا غاويين كل شويه هو يشتم واحنا نرد وبتاع؟ لا خلاص بقى، طالما الراجل سكت وقال خلاص كفى الاحترام، مفيش احسن منه. كفى بالمؤمنين شر قتال، احنا ردينا عليه قبل كده لما طلع اتكلم كلام مش حلو علينا، لكن طالما ما جابش سيرتنا وهيوصلنا اللي احنا عايزينه اللي هو الانفصال بطريقه وديه وكل واحد يبقى في حاله وهو في محتويه في محتواها، هنتكلم عنه ليه يا جماعه؟ خلاص يا جدعان انا دخلت، احنا مفيش بينا عداوات يعني على ارض الواقع او حاجه، احنا مش اعداء لحد. انا دخلت القصه دي من البدايه عشان خاطر الست دي، عشان خاطر ان انا شفت ان واقع عليها ظلم كبير جدا، هي وهو، مش هي بس، هي وهو كان واقع عليهم ظلم كبير جدا وافترى وتبلي ما كانش انسان يقدر يطيقه. وبعدين يعني لما تبحثت في الموضوع ده لقيت ان الست دي بتتعرض لكل انواع التبلي والافتراء والظلم بقالها 3 سنين 3 سنين،
وبتشتم بأقذر الألفاظ وبيتم التبلي عليها وعلى بناتها ودنيتها كلها 3 سنين وكله عامل كده لا سامع ولا شايف. احنا اتكلمنا عشان كنا بندافع عنه، اتفاجئنا ان القلبة كلها علينا احنا، فده اللي ضايقنا وتعبنا نفسيا، ولما ذكرنا بطريقة مش حلوة ردينا عليه وخلاص بقى، خلصنا خلاص صفحة وطويناها ورا ظهرنا بقى. هو حر صاحبة الشعر ده بالنسبة لطليقها. احنا دخلنا زي ما بقول لكم كده القصه كلها عشان الظلم والافتراء اللي احنا شفناه، خلاص لكن مش عشان ان احنا نبوظ لها حياتها لا لا او لا، نخليها مش مبسوطه. هي مبسوطة بإن خلاص كل واحد هيبقى هي مع نفسه. كل هدفها يا جماعه دلوقتي وكل املها في الدنيا ونفسها تنام وتغمض كده تفتح تلاقي ورقه طلاقها في ايديها، خلاص هي مش عايزه من الدنيا اكتر من كده. فهل انا لما تطلب مني طلب زي ده وتقول لي عشان خاطري انا عايزه حريتي عايزه ورقه طلاقي، ده انا لو هحارب عشان اجيبها لها والله هجيبها لها. خلاص احنا هنوصل يعني، مش بس عشان سكاتي، هيوصل سكاتي ده اقل حاجه، لو هو ده اللي هيحقق لي هو عايزاه لا انا اسكت هيوصلها واسكت للي احنا واسكت. عايزينه، وفي نفس الوقت ما جابش سيرتنا بحاجه وحشه. هنطلع نتكلم ليه احنا غاويين رطرطه كلام؟ خلاص ربنا يوفق كل واحد في نفسه كده وينفذ اللي قال عليه وخلاص، وتبقى الحياه حلوه وتراضي وما فيش اي حاجه. ده بالنسبه لطليق مدام هو كل املها ان هي تاخد ورقتها، ان هي يعني متخيلين هي مستعده تبيع اللي قدامها واللي وراها وتاخد ورقه طلاقها. بس هي قالت كل حاجة فكان عندها، فكان شرطه ان احنا نسكت. احنا سكتنا. احنا بنشاهدكم يا جماعه اهو بنشاهدكم، خلوا الفيديو ده توثيقي عندكم، احنا بنشاهدكم احنا ساكتين ساكتين، ومش هنجيب سيرته في قناتنا لا من قريب ولا من بعيد نهائي نهائي، تمام؟ مقابل ان هو يديلها حريتها وان الست دي تعيش مبسوطة في حياتها، يعني ده اقل حاجة ممكن ان احنا نقدر نقدمها لها. وما يتكلمش عننا لا بوحش ولا بحلو، هو قال ان هو مش هيتكلم عننا ولا عنها، خلاص انتهت. هو ما بيتكلمش خلاص، احنا ولا احنا هنجيب سيرته صفحة بأي شكل من وطيناها الاشكال. وانتهينا. ده بالنسبة لي. بالنسبة بقى اخوخة حبيبة قلبي، كلامك عجبني، الفيديو بتاعك جميل عامله لي قوي، نداءات عود يا وبعدين بابا. من غير ما تقولي اي انا ما بتقولي انا عملت كده، قلت لها لا غلط. ليه هما سكتوا عنها؟ احنا في ظهرها ومطلع عينين اهاليهم. لا الناس فهمتني اصلا امبارح غلط، انا قلت ان انا مش هتكلم عن طليقها خلاص الموضوع اتقفل وهم الحمد لله هيتطلقوا ودي وصلوا الحل بقى الحمد لله. بكلامه، وقال انا مش هجيب سيرتها وانا اخوك يا هناء وكل حاجه واحنا ما فيش ما بيننا غير الاحترام وكل واحد في حاله وكل واحد طريقهم بعيد. للطلاق المدني يعني، خلاص المشكله ان شاء الله شبه خلاص الحمد بتتحل. لله اتحلت، ويعني يمكن ده المحتوى الوحيد اللي انا مش هنقضه على الساحه، وانا ما كنتش على فكره بنقضه من باب العداوه او من باب ان انا في مشكله على ارض الواقع، انا كنت بنقضه زيه زي بقيه القنوات. وطالما هيوصل ثانية واحدة بس يا ماما بعد للطلاق إذنك، مع مدام هناء، يعني أنا والله لو عمل افكاراته لا هننقض ولا هنعمل ولا هنجيب سيرته من استنوا بس أسهل. يا جماعة، هو أصلا من الطبيعي إن هو ما بينزلش أصلا فيديوهات كتير، لكن أنا لما طلعت وجهت له نقد في الفيديو اللي عمله هو وصديقه، فقلت له صديقك ما كانش باصص للكاميرا وده تقليل منك وتقليل للجمهور اللي بيتفرج عليكم، يعني أنا لا غلطت فيه ولا جبت له حاجة خاصة ولا بتاع، أنا قلت رأيي في الفيديو بتاعه، فهو تقريبا انا رايي مسبب له يعني ازعاج، فانا مش هقول لك رايي في محتواك، انت حر اعمل المحتوى اللي يعجبك. خلاص بقى انا مش هنقضك براحتك، استبعد خالص عن كلامنا. النقد يا جماعه نصيحه من باب النصيحه لوجه الله مش من باب جر واحنا الشكل. لما بننقد اي قناه ما بنشتمش ولا بنرزع زي الشراشيح اللي احنا شايفينه. فالمهم يا جماعه كنا بننصح لوجه الله مش اكتر من كده، وانا تخصصي نقد، انا مجالي في الحياه نقد يعني ده الطبيعي، وبنقد كتاب كبار ولله الحمد يعني ده تخصصي وده مجالي، يعني كل اللي طالع دول بيقولوا احنا نقاد هم لا معاهم شهادات في النقد ولا يفقهوا حاجه، ولا ولو سالت واحده فيهم ولا واحد فيهم من اللي قاعدين على المصاطب اللي بيسموا نفسهم قنوات نقد قلت لهم ايه هو منهجكم في النقد؟ ايه هي مدرسه النقد اللي انتوا بتتبعوها؟
مش هيعرفوا يردوا عليا في اي حاجه. فدول اللي هم ايه، بنطلع نشتم في اي قناه كبيره وخلاص، المهم ناخد مشاهدات على حسابها. اصبحت مهنه لا مهنه له. لكن انا لما اوجهه بسلبيات في الفيديو عنده يعملها عشان يتلافاها ويبقى محتواه كويس، وفي نفس الوقت اشجعه لما اقول له المحتوى كان جميل والفكره عجبتني، بس في واحد اتنين تلاته يعني، في ايجاب وفي سلب، من غير شتيمه، من غير سفاله، من غير قذاره وقله ادب. لكن هو مش عاجبه دون، او مش عايز راينا من الاساس، ده حاجه ترجع له. انا عن نفسي هوقف ان انا اتكلم عنه اصلا في قناتنا، لان ملهاش يعني ايه، ما نبقاش شماعه زي ما بيقول. هو قال خلاص الموضوع خلص وان الطلاق هيتم ودي، هو ده اللي احنا عايزينه. الست دي انا مستعده اعمل لها اي حاجه تكون مبسوطه في حياتها، انا مانيش داخله حياتها عشان ابوظها لها، بالعكس والله. انا اي حاجه هي قبل كده برضو في الخاص وفي العام قالت لي وقفي وقفي يا رباب عشان خاطري، وفي ساعه فرح بنتها وكل حاجه، فعشان خاطر الست دي وعشان خاطر طلبها العزيز على دماغي طبعا من فوق، لان دي حياتها، انا مش هستفيد حاجه لما ابوظ لها حياتها، لا يمكن. فيعني ربنا يجعلني سبب في ابتسامتها بس، مش عايزه اكتر من كده. ولكن برضه عشان تبقى النقط واضحه، النقط على الحروف زي ما بيقولوا، طليقها حدد ان احنا ما نتكلمش عنه، وما نتكلمش طبعا عن اهل بيته. اهل بيته اللي هم مين؟ والدته الست المحترمه واخواته وبناته، دول اهل بيته اللي يخصوه، دول اهل بيته اللي يخصوه، ليهم مننا كامل التقدير والاحترام. وانا عمري ما اتكلمت عليهم وحش برضو، لان حرام ان يتقال على ناس محترمه في حاجه هم مش فيهم. الحمد لله وبشهاده الست اللي كانت عايشه معاهم ان دي ناس محترمه، فانا ما طلعتش قلت خلاف كده. فهو طلبوا ان احنا لا نتكلم عنه ولا عن عيلته اللي تخصه. مين اللي يخصوه؟ والدته واخواته وبناته واولاده يعني كلهم، ومحمد طبعا ابنه ربنا يحفظه له. فلا يمكن ان احنا هنتكلم عن اهل بيته. ولكن برضو عشان تبقى النقط على الحروف والدنيا واضحة، اي حد تاني خلاف اهل بيتك فهو ما يخصكش، اي حد تاني خلاف اهل بيتك ما يخصكش. يعني القرعة دي لا هي زوجتك ولا هي من اهلك، ما تخصكش. فلما اشم ريحتها في حاجه بتنكش فيها عشان تضايق الست الغلبانه دي او تظلمها او تفتري عليها، فانا هطلع اتكلم. الشراشيح والاعداد المصاطب والشرشحه والناس دي كلها، كل دول ما يخصكش في حاجه، كل دول مش من اهل بيتك. فانا لما اطلع ادافع عن الست دي واتكلم عنهم واوضح هم بيعملوا ايه من تحت الترابيزه، او بيعملوا ايه يضايقوا بيها الست دي، او يفتروا، او اوضح تبلي هم متبلينوا عليها، ده ما يزعلكش في حاجه. وده مش معناه ان انا بنكشك او باجي ناحيتك. اظن القرعه لا هي مراتك ولا هي تقرب لك ولا بتاع، وانت قلت اصلا ما فيش تواصل ما بينك وما بينها، يبقى ايه بقى مبرر ان انت تزعل؟ مش هيبقى اظن هنا في مبرر. انت مالكش بعيد عن الموضوع ده، انت اللي يخصك والدتك واهل بيتك، خلاص دول خط احمر، اوكي احنا موافقين. لكن الناس التانية دي ما يخصكش. لما اطلع اتكلم عليهم واوضح حاجة هم بيعملوها، ده ما يخصكش في حاجة، ما يزعلكش مني، مالكش دعوة بينا، تمام؟ زي ما احنا مش هننقد محتواك وملناش دعوة بمحتواك، حضرتك كمان مالكش دعوة بمحتوانا. انا مش هسيب الست دي تظلم والكلاب السعرانة ملمومة عليها، كل واحد عايز ينتش حتة وانا قاعدة بتفرج وساكتة. سامحني، دي بالنسبة لي أختي، وبالنسبة لماما بنتها، إحنا عيلتها هنا في مصر. فلما أطلع أنا أرد التبلي أو افترى أو ظلم عليها من ناحية الناس دي، فدي حاجة أظن ما تزعلكش ولا تخصك في حاجة، خلاص؟ عشان يبقى برضو الكلام واضح، لأن الكلام من امبارح يا جماعة اتفهم إن أنا هبطل دفاع عن الست دي. الكلام انتوا فهمتوه قصدي غلط، ما اعرفش في ايه. حتى اخدتوا الكلام، اخدت اول جملتين من الفيديو وطلعتوا تجروا تكتبوا لي مبروك 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 اتطلقت. يا جماعه ده انا بقول لكم هو قال في اللايف انه خلاص رايح يطلق ودي، الطلاق المدني خلاص هيحصل، هو قال كده في اللايف.
انتوا اخدتوا اول كلمتين وجريتوا. برضو الحته التانيه بتاعت انا مش هدافع عن مدام هناء، انا ما بقولكوش ان انا مش هدافع عنها، انا هوضح اي تبلي او افتراء او ظلم عليها من ناحيه الناس دي، بس مش اللي هو ايه يقولوا لها انت شربتي قهوه اطلع اقول لهم لا دي شربت شاي، لا يكون فعلا حاجه يعني تستاهل ليها قيمه ان الواحد يرد عليها. لكن واحده ماما حماره يعني سوري في الكلمه، والله احنا ظلمنا الحمير، طالعه تقول لك ليه الشرشوحه دي، طالعه تقول لك ان جوز ياسمين هندوسي بيعبد البقر، انت ايه علاقتك بالموضوع؟ هو مش بيعبدك لا يمكن، لا انت كنت شفتيها بيعبد او بيصلي؟ لا لا دي المتخلفه ما هياش عارفه ان السنغال اغلبيتهم مسلمين. طب اقول لها ايه؟ جهله هو اي تبلي والسلام يا جماعه، اي تبلي والسلام، ما حدش بيصدقها، هو اي تبلي والسلام على الست المظلومه دي. لكن ان انا هوقف دفاع عنها ضد دول مش هيحصل، مش هيحصل، انا في ظهر الست دي لاخر يوم في عمري، ومستنيينها تيجي تنور مصر عشان تيجي تقعد معانا، تيجي تقعد معانا لان ده بيت اهلها، والسيده كمان بيت اهلها عند ماما، تيجي تاخد بيجامه من عندي ولا جلابيه ولا بتاع، ونعمل قهوه ونقعد مع بعض نحكي ونتكلم، هي جايه لاهلها، هي مش جايه لحد غريب. وبيت ولادي بيت رحاب وبتهاجر طبعا، بيت اخواتها ورحاب بالذات كده يعني. بيت اخواتها يا جماعه. فهي احنا اهلها هنا في مصر، يعني في حاجه في القانون احنا معاها، في حاجه ليها هي عايزه تقعد تتكلم، عايزه تيجي تقعد معانا، ماما بتحضر لها من دلوقتي اما تنزل المحاشي والحاجات اللي نفسها فيها، يعني هي بره عامله زي خالي لما بيجي بيبقى وحشه اكل مصر، وفي حاجات تانيه برضو انا هحضرها لها قريب جدا 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 ان شاء الله باذن الله، تيجي تنور الدنيا كلها، هي جايه لاهلها مش جايه لحد غريب. فاحنا علاقتنا ببعض مش علاقه يوتيوب، يعني احنا علاقتنا الخاصه عمرها ما هتتقطع، ومش علاقه يوتيوب. انا بحب الست دي بجد، لان والله العظيم ما حدش يقابلها في حياته مرتين، قلبها قلب طفله يعني والله العظيم، واللي في قلبها على لسانها. قري بقى ربنا يخليها لاولادها. جميله جميله، بطلي قري بقى اولاد، ربنا يحفظها لاولادها ويخليها لينا. وزي ما حبيتها اقسم بالله انا حبيت ياسمين وفيروز، وبالذات ياسمين، يمكن عشان انا قابلت ياسمين، اطيب حد ممكن تشوفوه في الدنيا، اطيب حد ممكن تتعاملوا معاه، برضه طفله طفله، فانا بحبهم، دي عيلتي ودول اخواتي، فلا يمكن ان انا ابعد عنهم او ان انا بطل دفاع عنهم، بس يكون حاجه ليها قيمه يا جماعه نطلع نرد عليها، انتوا فهمتوا؟ ولكن هشم ريحه القرعه في اي حاجه محدش يزعل، هنزل اوضح الحقايق واقول دنيتها واحد اتنين تلاته، ما هي ما تندعش من تحت لتحت وانا اقعد ساكته. او اللي بتقول فوق رؤوس الاشخاص، ايا كان اي حد هيفكر يتبلى على الست دي او يظلمها او يفتري عليها بالكذب، انا هطلع اوضح الكذب والتبلي ده، يبقى ما حدش يزعل، يبقى ما حدش يزعل. والف مليون شكر يا خوخه ليكي على الفيديو الجميل الجميل اللي انت عملتيه عشاني، انا مش عارفه اشكرك ازاي، ولولاكوا انتوا ما كانش الحقيقه كلها ظهرت للناس. ودودو شو برده الجميل، ودودو شو والنفياض وليلى، والطبخ مع ليلى، اطلعي كده انا مش عارفه الايام دي انت كسوله ليه كده، ويلا نطبخ، اطلعي انت جميله انا بشوف فيديوهاتك، ويوميات ندى واحلى اكله في مطبخي، واستاذ محمد عراقي، الناس دي كلها، المجموعه الحلوه دي كلها، ايد لوحدها يا جماعه ما تسقفش، ايد لوحدها لو بني ادم لوحده قصاد كل كتايب الشراشيح والتبلي والافتراء ده عمره ما هيعمل حاجه، لولا ان الناس دي كلها ايدينا كلنا في ايد بعض عشان مأنين ان الست دي مظلومه واتظلمت، ما كناش هنوصل للحظه اللي احنا فيها دي. ربنا يبارك لك يا ملكه ويكبر بخاطرك زي ما كبرت بخاطري قصاد الناس، طول في الخير، ونتجمع ان شاء الله في الخير، وتنزلي مصر تنوري الدنيا كلها، وان شاء الله نعمل لك كل الاكلات المصريه اللي انت يا حبيبتي نفسك فيها، تيجي تنوري الدنيا كلها، مش عايزين يعني مش عايزين اكتر من كده من الدنيا والله العظيم. والف مبروك لتاني مره على حصولك ان شاء الله على حريتك اللي انت يا عيني نايمه اي ما بتحلمي بيها، والله العظيم سعدت عليا ان شاء الله باذن الله. هو هيكون قد وعده، وهو وعد قصاد الناس ووعد الحر دين عليه، والحمد لله ان المواضيع اتقفلت لغايه كده،
ربنا يصلح حالكم انتوا الاثنين ويوفقكم في حياتكم. يلا اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه.